الرحمن الرحيم. معكم الدكتور إمام عوض، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم بمستشفى جامعة طنطا، واحد أفراد الفريق الطبي لمركز الاستشاري المصريون لعلاج العقم أطفال أنابيب. أنا في الحلقات اللي قبل كده اتكلمت على أسباب اللي احنا بنعتبرها أسباب لمنع الحمل، اتكلمت على المبيض بتقييم بسيط خالص، وبعدين اتكلمت على أهمية الأنابيب فالوب. أنابيب فالوب في ما هو دورها في الحمل، وبالتالي ما هي الآثار المترتبة على أي مشكلة تحصل لها. طب عشان نعرف الكلام ده لابد نعرف هل هي الأنبوبتين طبيعيين ولا لا. طب هنعرفهم ازاي؟ من سنين طويلة قلت ان احنا الأشعة الصبغة او الهيستوسالبنجوغرافي، دي طريقة بسيطة الغرض منها ان احنا مش بس بنتعرف على التيوبس، بس على التيوبس وعلى الرحم، يعني وعلى الرحم يعني، بس هي مبدئيا هي اول طريقه تشخيصيه بنقدر نعرف بيها ماهيه التيوب وطبيعتها عامله ازاي. الاشعه دي كنا زمان بنحقن ماده زيتيه اسمها الليبيدول من زيت زهره الخشخاش، ما عادش بيستخدم ده طبعا، اللي هو حاجه من زيت من زيوت المخدرات يعني. طبعا ده هي طبعا كان ليها فايده وليها ضرر. كنا بنستخدمها الاول زمان من الثمانينات، بنحقن بيها اشعه الصبغه وبعد كده نصور، يعني نيجي نحقن صبغه تمشي تملى الرحم وبعد كده تعدي في الانبوبتين وبعدين تنزل في الحوض تتوزع داخل الحوض، وناخد فيلم في الاول علشان نشوف الرحم والانابيب، وناخد فيلم سكند فيلم كنا بناخده بعديه ب 24 ساعه زمان، لكن دلوقتي بناخد الفيلم بعديه بنص ساعه بعديه بساعتين ممكن ناخد الفيلم الثاني. بمرور الوقت استبدلنا الماده الزيتيه بماده مائيه. الغرض من الاستبدال الماده الزيتيه بماده مائيه ان الماده المائيه دي ضررها اقل، لان لقينا ان في ناس كتير ممكن يجي لها الرجي حساسيه من الحقنه اللي كنا بنديها، اللي بيدول اللي كنا بنديها، والمشكله بتاعتها مشكله كبيره، على الرغم من ان احنا كنا بناخد منها فايده، لان طبعا حقن ماده زيتيه جوه الانبوبه لو في اي سبازم، لو في اي تقلصات، لو في اي التصاقات خفيفه حوالين الانبوبه من بره، لو في اي ميوكس بلاج موجود كان بيزقه، الا ان احنا لما بنحسب الريسك بينفيت فاليو ايه اللي بنكسبه منها قدام الضرر الكبير ممكن يعني، لا احنا نختار الحاجه الموست سيفست اهم بكتير من الحاجه اللي ممكن يجي منها دينجرس او يجي منها اي مشاكل تخص العيان. الناس بتتكلم كتير، بس انا هقول لك اللي هتعمليه. ايه هي البري ريكويستس ليها؟ الدكتور بقى عنده زحمه وانا عندي زحمه، او فلان عنده زحمه وبيديكي ميعاد في الاشعه وتروحي الاشعه، ممكن يعمل لك دكتور اشعه، ممكن يعمل لك حد من الفنيين، ممكن دكتور النساء بتاعك يروح، ممكن حد دكتور الاشعه اللي يعملها لك. طبعا اكتر واحد ملم بالموضوع دكتور النساء، لان حتى في التكنيك بتاع الحقن دكتور النساء بيفرق، لانه بعد ما يحقن بيشد الرحم يصلح وضعه، ويصلح وضعه تبان الصوره جميله كده واضحه، وهو بيحس هو حقن قد ايه، وهو حس اذا كان في مقاومه ليه ولا لا، هو يعني بيبقى السنس بتاع طبيب النساء مختلف شويه. العيانه اللي هتعمل حقنه الصبغه لازم اقول لها انت هتعمليه بوست منستورال، يعني بعد ما تطهري من الدوره خالص، لان ممنوع نحقن وفي دم. ليه معمول نحقن؟ لان اثناء الدوره بيبقى في الرحم نفسه في ساينسز مفتوحه، اخاف ان الصبغه تروح على الدم على طول، فبالتالي لابد تكوني بوست منستورال، الدوره انتهت تماما وابتديتي نحقن لك بعد الدوره. نمره 2، احنا بنقلق ان العينه يكون عندها شويه التهابات جوه في الانابيب. لو انت عملت حقنه الصبغه بتعمل سبريد للانفكشن، يعني ايه؟ يعني بتوزع العدوى داخل الحوض، ودي ابشع 100 مره من اللي هناخده من مكسب الحقنه. يبقى بالتالي ان احنا احيانا بندي بروفيلاكتيك انتيبيوتكس، يعني بندي بتاخدي مضادات حيويه في الايام اللي قبل الدوره، قبل ما تعملي الدوره. انا بقول لك الكلام ده عشان الكلام ده ما بيتقالش، وان انت زي ما بقول لك كده بيكتب لك الدكتور الورقه يقول لك روحي حته فلانيه ويكتب لك تروح تعملي اشعه الصبغه، بتروح اشعه الصبغه اول ما تخشي راح ابويا بتاع الاشعه يقول لك اه هتخشي كمان نص ساعه حضرتك، دخلي كمان نص ساعه يعمل لك. الحاجات الان بتوين دي اللي انا بقول لك عشان تفتكريها معناها حاجات بسيطه جدا بس مهمه جدا. انت
حضرتك حتى تسالي الدكتور بتاعك تقول له يا دكتور معلش هو انا مش هاخد انتي بايوتكس ولا حاجه ولا حاجه الوجع، هيقوم الدكتور يقول لك اه فعلا خد تكتب لك كذا ايه الانتي بايوتكس تاخديه مده 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام قبل اليوم اللي هتحيني فيه، يعني بالاحرى اول ما تجيلك الدوره 3 4 ايام دول هتاخدي الانتي بايوتكس. وطبعا في حاجات ستاندرد بتستخدم لهذا الوضع من الانتي بايوتكس بدون ذكر اسماء، احنا بناخد بيدي الانتي بايوتكس ده وبنحضر العيان. كمان في نقطه ثانيه كمان، احنا احيانا بندي انالجيزك قبل ميعاد الحقن بساعتين زي الايبوبروفينز، حاجات مركبات بتضيع الوجع او حاجات انتي سبازموديك زي الباسكوبان، حاجات بتعمل بتزيل التقلصات. انا مش هخسر حاجه لو العينه بتاعتي اللي راح تعمل اشعه بالصبغه كتبت لها علاج مضاد حيوي، هي مش هتموت من علاج مضاد حيوي، ده رقم واحد. رقم اتنين، مش هموت لو قلت لها قبل ما تروحي خليهم يديك الحقنتين دول قبل اشعه الصبغه بساعه، برضه مش هتموت العيانه، مفيش مشاكل. هتاخد الحقنتين دول حاجتين مهمين وبسط جدا جدا، يكون يقينا شر مشكله كبيره جدا ممكن تبقى جاينا، ان العيانه دي الانفكشن او العدوى اللي موجوده في الانابيب او في الرحم تنتشر وتغرق الحوض، بعد ما كان عندها مشكله صغيره يبقى عندها مصيبه كبيره. خلاص يبقى البري ريكويست ان احنا العيانه هنستخدم لها ناو ووتر بيس داي، يعني صبغه مائيه عشان ما نبقاش فيها مشكله. العيانه دي هنحضرها وتاخد انتي بايوتكس قبل في الاربع خمس ايام اللي قبل ميعاد يوم الحقن. يوم الحقن نفسه قبليه بساعه او ساعتين تاخد حاجه زي مركبات الايبوبروفينز او اي حاجه انالجيزك، وحاجه انتي سبازموديك تاخدها انتي بروستاجلاند تاخدها قبل الحقن بساعه، وبالتالي هنكسب كتير. لان اصل ممكن عانى من السيفير بين، مش عشان بس ما تتوجعش، انا يعني مجازا كده مش هيفرق معايا انها تتوجع ولا ما تتوجعش، انا دكتور قلب جامد مش فارق معايا الموضوع ده. لكن الموضوع مش موضوع قلب جامد، الموضوع موضوع ان الحاجات دي اللي بتضيع التقلصات بتخلي ممكن لو في تقلصات حصلت يحصل سبازم في الانبوبه، يطلع عشان الصبغه ان العانة دي عندها الانبوبه دي مسدوده ونلف في متاهات، لكن العانة دي عندهاش حاجه مشكله خالص اكتر من الوجع، حصل سبازم في الانبوبه، لكن بقى واخده حاجه للابين وحاجه مصر ريلاكسنت يعني بتعمل ريلاكسيشن للعضلات بتاعه الانبوبه، في الحاله دي العيانه بتكسب وتبقى اشعه الصبغه بتاعتها جيده ومنتجه. الحقيقه انا طول عمري اقول للعيان كده، انا طول عمري مش مقتنع بس هي حقيقه. ايه هي؟ دايما العيانه تقول لي لفظ غريب جدا ما بيعجبنيش، اقول لها اخبارك ايه؟ تقول لي عملت اشعه بالصبغه. اخبار؟ قالت لي والله يعني كان عندي اشعه بالصبغه والدكتور عمل لي حقنه صبغه وكان عندي انبوبه مسدوده هو سلكالي. انا مش مقتنع بالموضوع ده، وحتى انا وانا بعمل اشعه الصبغه الفني وانا واقف يقول لها ايه؟ تقول له اخبارك ايه بتاع جميع، ويبص على الفيلم كده يقول لها الحمد لله كان في انبوبه سائل مسدوده والله يكرمه الدكتور امام سلك لك الانبوبه. او ما انا اضحك كده اقول بس ما تقولهاش الكلام ده عيب، الكلام ده مش حقيقه، دي انبوبه سالكه من غير حاجه خالص. يعني دايما حتى الفني اللي واقف كما يبدو ان هو طول ما هو واقف مع اللي قبلي بيقول للعيانه كده ان الدكتور امام او الدكتور محمود او الدكتور فلان او الدكتور علان سلك لك الانبوبه. انا ما سلكتلهاش الانبوبه ولا حاجه، لان هي الانبوبه لو بايظه ومسدوده مفيش حاجه تسلكها. على اقتناعي بالموضوع ده الحقيقه يعني في 30% من الناس بتحمل في خلال من 3 ل 6 شهور من حقنه الصبغه. هل فعلا الدكتور امام هو اللي سلك الانبوبه او الدكتور محمود؟ ما اعرفش. هل كلام الفني هو الحقيقه؟ وانا مع عدم اقتناعي بهذا الامر، انا ما اعرفش. بس هل فعلا حقيقه ان حقنه الصبغه دي فعلا وهي ماشيه بتعمل فيها يود فبيعمل استراليزيشن في التيوب فبينظف الانبوبه فيموت اي بكتيريا موجوده في ميوكاس بلاج، حته ميوكاس كده موجوده بتبقى سده الانبوبه فبيزقها من البريشر بتاع الحقنه؟ الله اعلم. بس الحقيقه ان في اكتر من 30% من الناس بتحمل في خلال من 3 ل 6 شهور، من 3 ل 6 شهور. يعني مع عدم حبي الشديد ورغبتي الطاغيه في ان انا اعمل اشعه الصبغه الا بس هي طبعا يمكن مشكلتك مني بتاع مناظير وبشتغل مناظير كتير، وزي ما قلت في الاول ايدي للمنظار سابقه اي حاجه، عشان انا عارف ان المنظار ده طريقه سهله وجيده وانا بحس انها سهله، فعشان انا شايف انها سهله فبتبقى احد الخياط السريعه اللي بتيجي بيلي. ما انا لو لاقي فيها صعوبه او ما بعرفش اعمل او هدور حد يعمل المنظار او اعمل المنظار مش كده او هبقى قلقان ان انا عندي منظارين الصبح ما كنتش اخترتهم، بس يمكن هو مانوفر سهل، واحد سنين طويله بيعمل مناظير فبالتالي اصبح المنظار بالنسبه له حاجه روتينيه وسهله. فانا يعني حاجه شخصيه كده بحس ان المنظار احد الطرق الجيده اكتر من اشعه الصبغه، بس احنا بنتكلم على عموم الناس، والرساله مش انا اعمل لك ايه، انا بقول لك انت تعملي ايه.
او بالاحرى ايه السلم اللي حضرتك بتطلعيه لتقييم الانابيب، ايه اللي مطلوب تعمليه، وايه لما يتقال لك توافقي عليه، وايه اللي يتقال لك ما توافقيش عليه. وتقولي والله ده في واحد اسمه الدكتور امام الله يبارك له كان الراجل بيتكلم ببساطه وانا صدقت كلامه، وانا عايز تصدقي كلامي. اولا ما عنديش مصلحه الا ان حضرتك تصدقيه، وما عنديش مصلحه الا صحتك، وما عنديش مصلحه الا ان ربنا يرضيكي، وما عنديش مصلحه ان اي زوجين عندهم مشكله في الحمل ان ربنا سبحانه وتعالى يرضيهم. سنين طويله سنين طويله سنين طويله من الشغل في المجال ده، على الرغم من صعوبته ورخامته، على الرغم ان انا بكره التليفون اللي تكلمني وتقول لي انا عملت الاختبار وطلع نيجاتيف، على الرغم من صعوبه ما بتمنى مش عايز ارد عليها، مش قادر اقول لها بس برضو ما ينفعش ما اردش عليها، على قد فقدام حاله اتنين يقولوا لي الدوره جت او الاختبار طلع نيجاتيف، على قد ما واحده تكلمني وتقول لي وهي الصوت جنبها الناس كلها اللي بيعيط واللي بيضحك واللي مبسوط بيقول انها حامل، او اول ما الاقيها جايه وبتمد ايدها في شنطتها وبتطلع لي ظرف بتديهوني، قد ايه انا بحس ان انا قدرت انا وهي نجتاز مشوار طويل، مشوار طويل يعني بيقدرني ان انا اتحمل قدامه تبعات ناس كتير بتيجي وتعيط. قد ايه ناس بتيجي تعيط وهي حامل مبسوطه، وبتخليني اقدر امشي في المشوار الطويل بتاع الانفيرتيليتي اللي في ناس كتير ما تحبوش، والناس كتير من زمايلي بيقولوا لي يا اخي يا بصبرك يا اخي ايه وجع القلب ده، الحرب اللي انت بتعملها ليه. صديق انا بحبه جدا 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 كان دايما يقول لي يا اخي انت بتحارب حرب ملهاش حدود، يا اخي انت هتكون احن عليه من ربنا، ما هو ربنا لو كان رايد لها تحمل كانت حملت. بس انا بقى يعني النظره بتاعه العيانه اللي هي حملت بتخليني قادر ان انا احارب مع الف غيرها وحتى لو ما حملوش. واتمنى ان شاء الله ان شاء الله في الحلقه الجايه نكمل المشوار. كان معكم دكتور امام عوض استشاري امراض النساء والتوليد والعقم مستشفى جامعه طنطا، واحد افراد الفريق الطبي لمركز الاستشاريين المصريون لعلاج العقم واطفال الانابيب. شكرا.